الكذبة بيضاء؟ هل للكذب لون؟ أم أن كل ما خالف الحقيقة أو شوهها هو كذب لا محالة؟ أصبحنا نرتاح لمفهوم الكذب الأبيض، ذلك الكذب البريء الذي لا يؤذي أحداً ولا يمكننا الاستغناء عنه. حين لا نرغب أن نرد على شخص ما، نقول كنا مشغولين، وحين نتأخر عن موعد مهم، نقول حدث ظرف طارئ. هل تلك كذبات بيضاء؟ أم أنها مجرد أقنعة لوجه واحد؟ الكذب.